احنا دلوقتي يا منى هنذاكر الدرس اللي هو بيتكلم عن سفينة نوح. انا اسمي منال محمد علي، انا كفيفه من منذ النشأة، وتعلمت في مدرسة مكفوفين من اولى ابتدائي لثانوي عام، وكانت المدرسة بتاعتنا داخلية، وده الفضل لله اولا واخيرا والمدرسة، ان احنا تعودنا ان احنا نعتمد على نفسنا بعكس اي حد بصير. جالي تنسيقي تبع جامعة عين شمس، كلية اداب قسم لغة عربية في كلية البنات، برضه كانت داخلي. اصبح ان احنا يعني 12 سنه يعتبر بعيدين عن الاهل، ولكن كنا بنروح في الخميس وجمعه في الاجازات، والحمد لله نقدر نعتمد على نفسنا في كل حاجه، في مجال يعني الملابس او مجال مثلا الطهي او المروح والمجيه مثلا للكليات مع بعض زميلاتنا اللي هم ايه ربنا كان مسخرهم لنا ان هم يكونوا كويسين معانا. انا طبعا شغاله في جامعه القاهره تبع 5%، وبعد كده رحت جمعيه النور والامل اللي هي في مصر الجديده، في مركز ليها في الحي العاشر، اشتغلت سنتين او ثلاثه على مكان التريكو. اما بالنسبه لزوجي، انا اتعرفت عليه عن طريق اخته، كنت بديها درس، لان هم المفروض ان هم يعني برضو ما كانش المفروض هم يعني مكفوفين، ولكن كان عندهم مرض اسمه زيرو ديرم.